يعني يمكن مثلا في اهالي بيكونوا متفهمين خلاص وبيشجعوا اولادهم بيعملوا كل حاجه، ولكن الاولاد نفسهم هم رافضين فكره ان انا ما جبتش المجموع اللي انا عايزه او ما جبتش ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها. فللاسف نسمع عن حالات انتحار، حالات طلبه بيجي لهم اكتئاب، بيضغطوا نفسهم جدا. هنا بقى دور الاهل ازاي يلاحظ العلامات دي على ابنه، لو الابن ده عنده ميول انتحاريه او دخل في دور اكتئاب، ايه العلامات؟ بصي، اولا طبعا عشان الولد يخش في مرحله انتحار يعني هو كان قاعد قبلها فتره بيفكر، يعني هو هيبان في كلامه. لو هو كان في مرحله اللي هي قبل الانتحار دي بيتكلم عن الموت وان الحياه ما هياش اخر حاجه، الحياه حلوه، لا انا عايز اخلص، يعني في مؤشرات بتلاقيه بينام كتير يعني وياكل كتير ومش عايز يخرج وما بيكلمش حد، الحاجات دي كلها. بس برضو هرجع اقول ان الاهل ليهم دور كبير قوي للي احنا ممكن نوصله، ومش بس الاهل، ممكن يكون ناس من بره، اصحابه، قرايبه، ممكن كل الناس، بس الاهل نفسهم. دورهم والمدرسين الاهل دورهم ان انا اخفف ده، حتى لو ده جاي لي من بره، لا ولا يهمك، لا احنا معاك ما تقلقش. يعني يعني المفروض الاهل دايما هي الدعم. فلما الولد يبقى فيه الاضطرابات دي لازم اخلي بالي، لازم اخلي بالي واحاول اخفف عنه. بس في مرحله لو لقيت الوضع ما ينفعش لازم يبقى فيه مساعده بقى. لازم اروح لطبيب، مهم جدا لو لقيت العلامات دي استشير طبيب نفسي.